خاوندي رحمة الله عليه له كتاب اسم هذا الكتاب راحة الروح. في هذا الكتاب ينقل أن عالما من العلماء رأى في المنام موتى، مجموعة من الأموات في عالم الرؤيا، وكلهم فرحانين مستبشرين، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، ويمشون وأكو واحد يمشي خلفهم شايب وآثار الكآبة والحزن بادية عليه. فإجا إليه في عالم الرؤيا، هذا العالم إجا إلى ذاك الميت المحزون الكئيب وقال له: ليش أنت كئيب؟ ولماذا هؤلاء فرحين؟ ليش ذولا فرحانين وأنت كئيب؟ قال: في الواقع ذولا عندهم أبناء، بنات مثلا، أولاد يقدمون لهم خيرات، وأنا ماكو واحد يقدم لي خيرات في هذا العالم، فأنا كئيب لهذه القضية. قال له: أنت ما عندك ابن؟ قال: ليش؟ أنا عندي ابن ولكن ما يسوي لي خيرات. قال له: من هو ابنك؟ قال: ابني رجل يغسل الملابس على شاطئ النهر، هذا ابني. استيقظ من المنام، اجى الى هذا الابن، شاف اكو واحد على شاطئ النهر يغسل الملابس، فقال له: انت ابن فلان؟ قال: نعم. قال له: ابوك ميت؟ قال: نعم. قال: هل تعمل له الخيرات والمبرات؟ قال له: لا، ما اعمل. ننسى ابائنا، ننسى اجدادنا، ننسى امهاتنا، ننسى جداتنا، تعمل الى خيرات؟ قال له: لا. قال: ليش ما تعمل إلا خيرات؟ قال: ما عندي شيء أعمل إلا خيرات. قال: ولو بشيء قليل، ولو صدقة قليلة حسب القدرة. واحد عنده قدرة يبني حسينية لأبي، خلي يبني حسينية لأبي، يبني مسجد لأبي، خلي يبني مسجد لأبي. واحد ما عنده قدرة، خلي يتصدق بشق تمرة ولو بقليل. قال: ما عندي، أنا بالقوة أعيش هذه الحياة، بالقوة أمشي هذه الحياة. قال: ولو بشيء قليل. أصر عليه، فانزعج هذا الإب وأخذ كمية من ماء النهر شالها بيديه وألقاها على جانب النهر وقال: هذه خيرات لروح والدي. هذا العالم امتركه. في الليلة الثانية رأى الميت في المنام، الميت اللي البارحة كان كئيب، رآه في هذه الليلة مستبشر فرح مسرور، وقال له: جزاك الله خيرا. قال له: كيف؟ قال: هذا الماء الذي فعله ابني وصل لي. قال: شنو قيمة هذا الماء؟ ما هي أهمية هذا الماء؟ قال: كانت هنالك سمكة صغيرة على شاطئ النهر، كانت واقعة على الشاطئ ما تقدر تعود للبحر. هذا عندما أخذ الماء وصبها ثلاث مرات، في القضية ثلاث مرات صب الماء، هذه السمكة وجد هنالك مجرى إلى الماء، فانتعشت السمكة وعبر هذا الماء نزلت إلى النهر. هذا أحيا سمكة. الحياة هواي لها قيمة، الحياة هواي مهمة عند الله سبحانه وتعالى. أحيا سمكة بهذا الماء، وهذا وصل لي، وأنا في هذه الليلة فرح ومسرور، وأنا أدعو لابني هذا اللي يغسل الملابس أن يوسع الله عليه في هذه الدنيا حتى ينتقل من هذه الحالة إلى حالة أفضل، لأن الأموات يدعون للأحياء إذا فعلوا لهم خيرا. يقول: ما مضت إلا أشهر وإذا بهذا الرجل تحول إلى تاجر من التجار وثري من الأثرياء. الإنسان يجب عليه، ينبغي عليه، ما دام أبواه أحياء، أمه حية، أبوه حي، أن يحسن لهما بقدر ما يتمكن، أن يتحملهما بقدر ما يتمكن. إذا قبل الإنسان يدي أبيه وأمه هذا قليل،
إذا قبل يدي أمه ورجلي أمه ورجلي أبيه هذا قليل، إذا تحمل لهما كل عناء هذا قليل، بمقدار ما يتمكن واحد يخدمهما في هذه الحياة. لذلك الأبناء حقيقة يجب أن يواظبوا مع آبائهم وأمهاتهم. وعندنا تعليمات في الروايات الكريمة، الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول في حديث: اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف. شلون تخاف من الحاكم؟ مو الحاكم العادل، الحاكم الجائر. شلون واحد يخاف منه؟ شلون واحد يهابه؟ شلون يواظب في محضره؟ هكذا واحد يجب أن يواظب أمام أبيه وأمه. شو بعض الشباب يمشوا يا أبو يتقدم عليهم في المشي، هذا مو حلو من الناحية الأخلاقية، مو لطيف من الناحية الأخلاقية. أنت عندك قوة، هذا ما يتمكن يمشي، يواش يواش يمشي، لا امشي ورا. هذا من الناحية الأخلاقية هو الأفضل. حتى في الروايات إذا أبوك ضربك، إذا أمك ضربتك، كل شلتكم تلقى الضربات، كل شلتكم. حتى إذا ضربك وهو ظالم لك، مو عادل في ضرب، حتى إذا ضربك تحمل هذا الضرب لله ولحقه عليك ولحقها عليك. في رواية أخرى: لا ترفع صوتك فوق أصواتهما. إذا يتكلم في آية الله يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله. الأب أيضا في هذا الحكم، والأم لها هذا الحكم، صوتك فليكون أخفض من صوتهما. لا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدم، يعني لا تتقدم، التاء محذوفة الأولى، ولا تقدم قدامهما، لا تمشي قدامهم، لا امشي وراهم أو معهم على أقل تقدير. في رواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: إن أبي، يعني الإمام السجاد، نظر إلى رجل ومعه ابن يمشي والابن متكئ على ذراع الأب. واحد يروح إلى بعض البيوت يشوف الابن قاعد والأب دا يشتغل، هذا خلاف الأخلاق. الابن قاعد والأب هو اللي يجيب الطعام، هذا خلاف الأدب، خلاف الأخلاق. واحد يجب أن يبادر إلى ذلك، لا يخلي أبوه يشتغل، لا يخلي أمه تشتغل، هو ينوب عنهما، يفديهما بنفسه وماله. الابن كان متكئ على ذراع الأب، المفروض الأب يتكئ على ذراع الابن، مو الابن يتكئ على ذراع الأب. شنو الإمام السجاد فعل؟ شنو موقفه؟ فما كلمه أبي مقتا له حتى فارق الدنيا. ما كلمه، قاطع الإمام. هذا الابن اللي ما إلى أدب، الذي لا تربية له، هذا يجب أن يقاطع إلى أن فارق الدنيا. في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: من نظر إلى أبويه نظر ماقت، يعني نظر غضب. واحد يغضب على واحد ينظر إليه بنظر حاد وهما ظالمان له، مو قضية عادية، لا، ظلماه فنظر إليهما نظر ماقت، يعني حق العرف هذا، ولكن الشرع لا يقبل ذلك، لم يقبل الله له صلاة. هذا نوع من أنواع العقوق كما في رواية ثانية.